نهائيا، وثبت انه ياخذ الدواء وعنده اردونانس من سنه 2011. هاجم زوج سوريين حضم، هما عائله راجل وزوج ومرته وبنته. الراجل لاباس ما تمش الاعتداء عليه، المراه ضربت في كتافها وبنتها ضربت في جنبها، المراه تثبيت تمت معالجتها وغادرت. وبالنسبه للطفله تحت رعايه طبيه ولكن حالتها مستقره وطيبه، اذا كان ما كانش غادر في اللحظه اللي يكلم فيك فيها. الاخبار تم تاويله سياسه، انت قلت بخلاف ما تداولته بعض وسائل الاعلام الاخرى انه فما ممكن انتماء لبعض التيارات بالنسبه للي قام بالاعتداء، هذاك علاش حبيت توضح النقطة هذه بالذات؟ لا ما ثم حتى شيء، الشخص هذا ثابت بالكشف لدى الوحدات الأمنية، واللي من زاد الأبحاث زاد معاه متواصلة، فهمتني؟ أنه كان ياخذ في دواء الأعصاب، مضطرب نفسيا، شخص مضطرب نفسيا، وياخذ عنده أردونانس في الدواء هذا من سنة 2011. معناتها لا سبقة إرهابية للموضوع. واضح. ألو؟ واضح معك سياسة. وبقية حيثيات وكذا، هاو الأبحاث ما زالت متواصلة. واحنا ذاك علاش اصرينا باش ناخذوكم معنا في المباشر سياسر باش الصوره توضح ونضع حد لكل كلام ينجم يتقال على الحاله هذه. صوره واضحه، ولا نحب ناكد ونعاودوا ونحب ناكدوا حاجه اخرى، انه راو فضل تواجد الوحدات الامنيه في اطار تامين الموسم السياحي في كل المنشات وهكا الاماكن ذات الصبغه السياحيه. هذاك علاش صوره التدخل كانت موجوده والحمد لله، فهمتني؟ وان شاء الله ديما بما انك معنا سياسر، بالنسبه للايقافات اللي صارت اليوم بمقتضى قانون الطوارئ، نجم نعرفوا عليه تفاصيل ولا؟ سامحني تو نحن معناتها نحكيو بما انك معنا سياسر، نعرف نعرف انه تفهمنا كان على نقطه كنت حاب نجمع المعطيات.